السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محسن طوك ومتي أفلام عصيرة مالك اللايفات. بارطاجيوني اليوم ديديكاس الخايله، ديديكاس الخايله مامي، ديديكاس الخايله مامي اللي هو معروف الرجل ياك أحسن كوي وأحسن بقارج معلم ديال البقارج. لا 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 بوطات هذا كيتسمى المعلم الشامل، المعلم الشامل البرارد البوطات الثلاجات الماكينة الصابون كيحمق على ماكينة الصابون يصلحها. خلي قول كيعجبو الصابون ماكينة الصابون. دابا انا ما نطق بوش 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 شطين رقم واحد بوش احمق وي رقم واحد وعندي عيد ميلاد تقول له سنه سعيده واحد فوز ديالنا احمق في الطي وطق قول له سنه سعيده قول له سنه سعيده نجري وطق طالع هنايا قول له سنه سعيده هشام مسكين ما عندوش شي ولا دابا ولا كيسوق سنه مسيطه او جا عليه شي طرفين ما عرفش يصير ما عرفش يصير البوكس ولا دابا لا مليون غاضا نقل دار لاباس المزدوي الصغيره لا المزدوي هشام دابا شرا الطاكسي ايام ايام يصاوب بالشيطا والو ما تكلمش باع الحال باع الحال الدار بايض وحش لا 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 باع ما باعش الحال باع عند العمل الطق حماق الطق كان تزوج كان شكون قول سنه سعيده قول سنه سعيده الطق حماق قول سنه سعيده اجي خليك سنه سعيده سنه سعيده قول سنه سعيده لمحسن الطق سنه سعيده محسن أنا قدر هما ما شويه حماء مسكين هو من العام للعام كيمشي الشيخ كامل كيبداو من ولي وهاد العام غنديو لبويا عمر هاد العام نديو لبويا عمر الهمامي هشام من تيساو خاي الهمامي شو اسمه احسن همامي في العالم واحسن كوي هذا هو اللي صايب الكمامه ديال العزدير احسن كمامه كورونا هي ديال خي عبد ديال خي الهمامي ديال عزدر وباش تعرفوا من الحوس اي باش تعرفوا من الحوس باش الهمامي من الحوس كيف صورت له اللايف وقلت لهم كدير الكمامه عزدر ضربوني بليستينيان وغبروا لي ديك الفيسبوك محسن طوك وفيسبوك باج ديال ديما وزان الهمامي باش تعرفوا من الحوس عي صورته مشى الفيسبوك تبلوك تبلوكا وعاد دابا قالك باغي يمشي للشيخ الكامل باش نزورو مكناس حيت ديما كنطلعو انا وياه في مكناس كنديرو لايفات في مكناس انا وياه واخا واحد الدري واحد اخر ندوي دابا حسب لي انا حماق زعما تفك وش حماق علاش كيتخرب من لولي هذا خي شنو سحابك شنو سحابك كيحسب لي انا كيسحاب حماق كيسحاب على غير هو اللي حماق الساعه تطق وهشام حماق كلشي هو راه كلشي حماق اللي كتفرج في هشام ملولي كلو حماق شوف شو اجي اللي كتفرج في ملولي كلو حماق هذا دابا اللي قالك ملولي غيغلب ريكو ريكو بطل العالمي واقف بحال الساريه وقالك هشام ملولي غيغلبو دابا شي حماق هادو والناس اللي كيتفرجوا في هشام ملولي كلهم حماق وكيكذب عليهم كيقول لهم انا غنلعب مع نزار وكيتفقوا مع نزار وهو ونزار صحاب وندى حسيت هي صديقة ديالهم والمغاربه مساكن كيدخلوا يتفرجوا في الخاوي ديال كوكا وتحيه السي همامي قال لك هو سحب له غير هو اللي حماق السلام عليكم كيسحبك انت اللي حماق كيسحبك انت اللي حماق وكيسحبك انت الساعه كلشي واجي هو ساعة كل شيء حماق وقل تحية للمغاربة دخل الوطن وخرج الوطن وتحية للمغاربة وتحية للناس اللي ما كيتبعوش التفاهة الله يهزوا من علاش ويدير اوروبا رونت وزان ترونت ولا